أهلا بكم مشاهدينا لهذه الجولة في الصحف العربية والعالمية، نستهلها من صحيفة المجاهدة الجزائرية التي أفردت الغلاف للجلسة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في الجزائر أمس الأربعاء بمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأشارت إلى زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمشاركين في أشغال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية تشجيعا لهم على ما يبذلونه من جهود في سبيل بلوغ هذا الهدف الذي ينشده الجميع بحسب ما جاء في صحيفة المجاهد الجزائرية. أما صحيفة الشرق الأوسط هي تحدثت كذلك عن الموضوع على صفحتها الأولى ونشرت مقالا حول أهم النقاط المطروحة في حوار المصالحة الفلسطينية بالجزائر بعدما اتفقت الفصائل الفلسطينية أمس الأربعاء على اعتماد الورقة الجزائرية المقدمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية على أن يتم الإعلان رسميا عنها اليوم الخميس. كاتب المقال أكد على أن الجزائر كانت قد دعت الفصائل الفلسطينية لحوار وطني ينهي الانقسام وفق ورقة تتضمن التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز دور منظمة التحرير بمشاركة كل الفصائل واتخاذ خطوات عملية لتحقيق مصالحة على أساس الشراكة الكاملة عن طريق صندوق الاقتراع. نبقى في نفس الصحيفة مشاهدينا وموضوع آخر تصدر الغلاف أو غلاف صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت مسيرة كبرى الأحد بعد اضطرابات الوقود فرنسا تواجه الخريف الحار، وقالت إن أحزاب وشخصيات نقابية وأخرى تابعة للمجتمع المدني في فرنسا دعت إلى تنظيم مسيرة بباريس الأحد المقبل في ظل الاحتجاجات المتزايدة في البلاد. وجاء في المقال أن المسيرة الكبرى المرتقبة تأتي على خلفية اضطرابات تصيب منذ أكثر من أسبوعين قطاع الطاقة وتتسبب في أزمة عدم توفير المحروقات للسائقين وفي التشكل أيضا طوابير من السيارات أمام المحطات وفي تعطل أعمال مئات الشركات، وهي تؤشر بحسب الصحيفة اللندنية إلى خريف حار يواجه الحكومة على كل المستويات السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية من مظاهره الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة وأيضا المواد الغذائية والخدمات، ما ينعكس ارتفاعا للتضخم الذي يضرب نسبا لم تعرفها فرنسا منذ 40 عاما. الصحف الفرنسية سلطت الضوء هي كذلك على أزمة الطاقة التي تعيشها فرنسا. صحيفة لو فيغارو قالت في المانشيت أن أزمة الوقود ألقت بظلالها على المشهد السياسي حيث انتقدت أحزاب اليسار واليمين نقص الاستباقية، وأشارت إلى أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يأمل في العودة إلى الحالة الطبيعية في خضون هذا الأسبوع المقبل. نفس الجريدة عادت إلى موضوع الإجرام الذي بات يطال مدنا فرنسية كانت معروفة في الأصل بأمنها على غرار مدينة نانت أوسير وأنغولام التي دخلت بحسبها في موجة عنف ولا أمن. ننتقل الآن إلى ما وراء المانش في بريطانيا. قالت صحيفة The Guardian أن ليز تراس تواجه خطرا جديدا على خلفية انتقاد كبار نواب حزب المحافظين لها بشأن الاقتصاد وأيضا اتهامهم لها بتحطيم القيم المحافظة وأدائها الذي وصفتها الصحيفة بالمروع. كما نطالع مقالا آخر لمحرر الصحة بالصحيفة البريطانية أندرو غريغوري الذي أشار فيه للدعوة المستعجلة للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية في اتخاذ إجراءات تركز أكثر على التبعات التي خلفها الفيروس التاجيب بعد أشهر من التقاط العدوى كونه كوفيد طويل الأمد. نختم مشاهدين هذه الجولة في الصحافة العربية والعالمية بصحيفة العربي الجديد التي حطت الرحال في شرق القارة الإفريقية وعنونت مدغشقر جرس إنذار للعالم، حيث تعاني هذه الجزيرة من موجة جفاف حاد خلفت في نقص المحاصيل وضربت السكان في غذائهم ما يمثل جرس إنذار للعالم بأكمله بحسب ما جاء على غلاف الصحيفة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العربية والعالمية. فقراتنا بالطبع متواصلة، ابقوا معنا.
فقرة قراءات دائما تأتيكم في صباح نيوز من الجزائر الدولية الإخبارية، وأسعد فيها اليوم بانضمام زميلتي ميليسا إلى هذا الصباح المشرق. أهلا وسهلا ميليسا. أهلا بك يوسف. يبدو أنك اخترت مقالا مهما جدا يتحدث عن نقاط ضعف جيوش الاتحاد الأوروبي، بحيث جاء الموضوع في صحيفة البوليتيكو التي تكشف نقاط ضعف جيوش دول الاتحاد الأوروبي، وتقول أنها تتطلب استراتيجيات ومعدات خاصة ومختلفة. نعم يوسف، كشفت صحيفة بوليتيكو أن القطاع العسكري الصناعي الأوروبي غير مجهز لمجارات التهديدات الحالية. بحسب الصحيفة فإن القطاع العسكري الأوروبي يعاني من عدم وجود ما يكفي من الرصاص والأسلحة وأيضا أنظمة التكنولوجيا الفائقة في أوروبا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، ويعني أيضا من طلب مرتفع أو يعاني أيضا أقول من طلب مرتفع منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فيفري، حيث تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بإنفاق أكثر من 230 مليار يورو لتحديث ترسانتها. تحديث ترسانتها يعني التخلي ربما عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة. نعم يوسف، بالفعل الصحيفة قالت إن سبب رغبة الاتحاد الأوروبي بتحديث خرسانته وتدعيمها ليس فقط المخاوف من روسيا، بل ضمان عدم اضطرار القارة إلى الاعتماد على الجيش الأمريكي أو صناعة الدفاع الأمريكية القوية للدفاع عن حدودها. وبحسب لوسي بيرود صودرو من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الطلب الأمني المتزايد في أوروبا هو جزء من الاتجاه العالمي الذي شهد ارتفاعا مطردا في الانفاق العسكري بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014. وذكرت الصحيفة أيضا أنه على الصعيد العالمي تجاوز الإنفاق الدفاعي الآن 2 تريليون دولار. احتياجات كبيرة لأوروبا خاصة في الوضع وتطورات الراهنة ميليسا على ما يبدو. نعم يوسف، الصحيفة قالت إن الجيوش الأوروبية تسعى إلى تحسين قدراتها على الاتصال وتقوية قدراتها على التنقل وتحديث أدواتها الاستخباراتية والاستطلاعية على في الوقت نفسه. وأيضا قالت أن مناطق أوروبا تواجه نقاط ضعف مختلفة تتطلب استراتيجيات ومعدات مختلفة، سواء كانت للأرض أو البحر أو الجو أو الفضاء الإلكتروني. ومع ذلك فإن عمليات الشراء الأكثر تعقيداً قد تستغرق سنوات لإنتاجها داخل أوروبا، كما أن بعض الأسلحة المتقدمة متوفرة أيضاً في الخارج فقط. وبحسب بعض المختصين فإن مشكلة صناعة الدفاع الأوروبية هي أنها تستخدم لإنتاج أسلحة معقدة في سلسلة صغيرة جدا على مدى فترة طويلة في الزمن، وهو ما يناسب الوضع في وقت السلم. لكن البيئة الأمنية الآن تغيرت وهناك حاجة إلى مليارات من الاستثمارات. وفيه حاجة أيضا للتأقلم مع الأوضاع وتطوراتها طبعا. كذلك. نعم يوسف، شكرا جزيلا على كل ما فصلتي، وأكيد سنلقاك في فقرات أخرى متلاحقة على مدار هذه الساعات المتواصلة من صباح نيوز. شكرا ميليسا. شكرا لك يا يوسف. ابقوا معنا، فقراتنا متواصلة.